هنا يتم تسوية وتجصيص هذه الأرضية لعمل هذا الشكل الرائع. تابعوا. عملية تثبيت ورق الحائط معقدة وتحتاج إلى شخص عبقري. ما رأيك بعملية تركيب الخطوط البيضاء داخل الملعب باستخدام العشب الصناعي؟ هذا المزارع موهوب جدا. تابعوا هذا الشكل الجميل والذي يقوم بنحته. شاهدوا هنا عملية إزالة الخطوط الموجودة على العشب لعمل شكل أو برواز جميل. بداية مع هذا العامل والذي يحب وظيفته بشكل كبير، يمكنكم أن تشاهدوا كيف يبهرنا بتثبيت هذه القطعة من الحجارة على الإسمنت ويقوم بعمل هذا التصميم الفريد والجميل. لنشاهد معا كيف سيصبح شكله عند الانتهاء. لنتابع هذا الشاب هنا وبشكل إبداعي كيف يقوم بصف هذه الأكياس بعد إنزالها من فوق هذا الناقل. لنشاهد كيف يتم تبليط هذه الأراضي الجلدية الخاصة بنوادي الجمباز أو التمرين. هنا يتم وضع هذه المادة ثم يتم تسويتها على الأرضية بهذا الشكل الإبداعي. لنتابع هذا الشاب هنا وكيف يقوم بسد هذه الثقوب باستخدام هذا الجيبس. لنشاهد هذا العامل وكيف يقوم بصباغة الحائط بهذه السرعة والسلاسة. هنا يقوم هذا العامل بتقطيع قصب البامبو بهذه الطريقة السلسة. عملية رسم رائعة ومميزة باستخدام الليزر. تابعوا عملية ثني هذه القطعة أو الأنبوب المعدني بهذا الشكل الرائع. هنا يتم تسوية هذا الدرج بهذه المادة ليصبح شكله جميلا ورائعا. تابعوا هذا العامل المصر على بناء هذا الحائط من هذا الطوب المتعرج. يبدو شكله رائعا ومميزا. لنتابع هنا عملية البناء إذ يتم فرد الإسمنت بهذه الأدوات ووضع الطوب لعملية بناء سلسة. لنتابع هنا باستخدام القياسات كيف يتم وضع الخطوط الأولية لتبدأ عملية رسم الخطوط على الأرض. لنتابع هنا عملية تغيير هذه القطعة ووضع قطعة بيضاء الخاصة بمنطقة الجزاء في الملاعب.
لنتابع هذه الآلات المميزة في هذا المصنع وكيف تعمل بسلاسة وسهولة. عملية تقطيع لشرائح اللحم بشكل إبداعي على هذا المنشار. لنتابع هنا عملية صف هذه الصحون الجيدة. شاهدوا هنا كيف تصف هذه الصحون الخزفية بعد عملية تصنيعها. لنتابع كيف تتم تسوية الإسمنت بهذا الشكل الجميل كما تشاهدون. شاهدوا عملية طناء هذا الكرميد كيف تتم بواسطة هذا المرش. لنشاهدنا عملية تجسيس الحائط وبعد ذلك يتم الرسم عليها لعمل منظر جميل. العمل في هذا المكان صعب جدا، فتابعوا كيف يتم تعدين هذه القطعة المعدنية الملتهبة. هنا يتم عملية نحت هذه القطع الخشبية بواسطة هذا الورق المرمل. بإمكانكم أن تشاهدوا عملية تقطيع القماش كيف تتم. لنشاهد كيف يتم تسوية هذا الإسمنت وفرده بهذا الشكل. يبدو الأمر رائعا حقا.